بغيتو تعرفوا شنو جاز هركم اليوم؟ ايوا اجيو معايا. غادي نبداو عندك يا برج الجوزاء اللي مهنيا كيدعوك للتروي قليل والاعتناء بنفسك اكثر باش تحصل على نتائج مزيانه في العمل ديالك. عاطفيا يوم رومانسي وهادئ غادي يسمح للعاشق بلقاء الحبيب بعيدا على الاضواء والصخب. اما صحيا يوم جيد للقيام بعلاج ما اذا كنت تعبا او مرهقا. غنتقلوا دابا عند برج الثور اللي مهنيا عندك خلافات مع بعض الزملاء، لكن ذلك ما غاديش يخلي لك واحد رواسب وتجاذبات مستقبليه. اما عاطفيا الا كنتي رغب في تحقيق الاستقرار فان الشريك الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه الخطوه فلا تتردد. اما صحيا راعي الظروف الصحيه اللي كتمر بها مع احد المقربين وحاول التخفيف عنه قدر الامكان. برج الحمل المهني كيحمل هذا اليوم وعود جريئه او خيارات وحلول مهمه جدا، وغادي تتاح لك فرصه توضع برنامج واضح. اما عاطفيا كتمكن من تسهيل الامور التخلص من العقد واستدراك المواقف الحرجه والاسراع في المعالجه وتلطيف الاجواء. اما صحيا كثره الارهاق غادي تكون عواقب وخيمه عليك، فاذا قصوت على نفسك غادي تنهار. اما انت يا برج العذراء فمهنيا كتحسن صورتك وكتبدد شكوك حول جدارتك، وانت على عتبه مشاريع جديده كتسبقها اتصالات ومشوارات مرضيه. عاطفيا المواقف غير مبرره من الشريك بسبب ردود الفعل اللي كتظهر اخيرا منك. اما صحيا لا تكبت غضبك او احزانك، بل حاول ان تعبر عنها حتى لو اضطررت الى رفع صوتك بين وقت واخر. اما انت يا برج الاسد فمهنيا النيات المبيته عند بعضهم لن تكون في مصلحتك، فسارع الى توضيح وجهه نظرك من خلال رسائل واضحه. عاطفيا المبادره من الشريك كتعيد تصويب الامور وغادي توضع العلاقه بيناتكم على الخط الصحيح. صحيا كتمتع باراده قويه غادي تساعدك على التخلص من المصاعب والمشاكل الصحيه. الان غادي ننتقلوا عند برج السرطان اللي مهني لمشاريع جديده بالجمله، لكن المطلوب خطوات مدروسه ومؤكده غادي تعيدك لدائره الضوء مجددا. اما عاطفيا استقرار وسعاده لافته في العلاقه بالشريك، وهذا غادي يخلي لك واحد انعكاسات ايجابيه اضافيه وغيولد فيك الارتياح. اما صحيا فعلى الرغم من بعض فترات الضغط العاطفي فان الاستقرار والتوازن كيعموا عليك وخصك تجنب الافراط الجنسي اللي كيفقدك الحيويه ديالك. دابا غادي ننتقلوا عند برج القوس المهني ما كتصدقش وعود واهمه، فكلما تضخمت الارباح الموعوده خفت المصداقيه. عاطفيا كتكثر عليك الضغوط المنزليه والعائليه فكتختلف معها حول كيفيه معالجه الامور. صحيا تمت خطران يهددان حياتك اليوميه الا وهما التوتر العصبي الزائد والنفسيه المتعبه. دابا غادي نمشيو عند برج العقرب المهني باستطاعتك حل قضايا طائره. لديك الكفاءه والقدره على تحليل المستجدات والوضع الحالي باعصاب بارده واسلوب منطقي. عاطفيا كتعرض لبعض المضايقات من الاهل بسبب علاقتك بالحبيب لكنك سرعان ما تتحد لذلك. صحيا كتشعر بالارهاق اليوم بسبب كثره الضغوط المحيطه بك لكن سرعان ما تستعيد عافيتك. دابا غنمشيو عندك يا برج الميزه المهنيه، خفف من حماساتك المتهوره وما تسمحش نفسك بتانيب كل من كيستطيع يجريها. عاطفيا هذا اليوم الاقل سلبيه على العلاقه الجديده او المتارجحه، ومن الافضل تبتعد عن الخلافات والنقاشات كليا لالا توسع الهوى بينك وبين الحبيب. صحيا المعروف عنك حبك للرياضه على نحو مفرط لكن ذلك يقدر ينعكس عليك سلبا احيانا، فكن معتدلا في ممارستها. اما انت يا برج الحوت فمهنيا كتحل بالصبر في صعوبات العمل لن تدوم طويلا، وعليك ان تبادر باعطاء ارائك وان تكون منزويا. اما عاطفيا ما تشعرش بوجود انسجام فكري بينك وبين اللي كتبغي، لذا فان مصير استمرار العلاقه مهدد بالخطر. صحيا بعد المتاعب مفاجئه واحتمال الاصابه بانهيار عصبي. دابا غنمشيو عندك يا برج الدلو اللي مهنيا كتوقع الكثير انك طموح وكترغب في المزيد على الرغم من تحقيقك جزء كبير من احلامك غادي يكون اليوم واعد جدا. عاطفيا ما تبالغش في ردة فعلك تجاه تصرفات الحبيب وتصرفاتك كتسبب لك الاحراج ليه، فكن حذرا بما تقوم به. صحيا يجب معالجه اي توعك صحي مفاجئ بسبب الام مبرحه. غادي نختموا معاك دابا يا برج الجدي المهني، الا كنتي من اصحاب المهن الحره فقد تعود عليك مبيعاتك بالربح الاضافي. عاطفيا الشريك هو الاقرب لقلبك وهذا من ابسط قواعد العلاقه الناجحه بيناتكم. صحيا الجهد اللي كتبذلوه ليس سهلا، قد تكون له انعكاسات سلبيه ابرزها الارهاق الذي يلوح في الافق. الى هنا كتنتهي ابراجنا لهذا اليوم، غادي نودعكم حتى نتلاقاو مع ابراج غدا. تبقاو على خير.